Audio Jungle. الألغاز مثل هذه هي طريقة ممتعة ومسلية لتحدي الدماغ والعقل. إنها يمكن أن تساعد على إبقاء عقلك حادا ونشيطا، كما أنها تعمل وتساعد على بقاء الأطفال الصغار مشغولين، وسيكون من السهل عليهم حل الألغاز من هذا القبيل، وذلك لأن الأطفال أفضل في تبسيط الأشياء من هذا القبيل والنظر إلى التحديات الصعبة من زوايا مختلفة، في حين أن البالغين يبحثون عن تسلسل وأنماط للقفز تلقائيا إلى الحل. إليكم لغز اليوم. اللغز: شكل مربعا بتحريك عود واحد فقط. الحل موجود في آخر الفيديو. إن احتجت المزيد من الوقت أوقف الفيديو وفكر جيدا. فقط حرك العود إلى الأعلى قليلا وسوف يتشكل مربع في المساحة بين العيدان.